السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد اللي حنتعرفوا او حنتعلموا فيه طريقه دمج الاشكال في برنامج المايكروسوفت اوفيس باوربوينت. قبل ما نبدا نتعرفوا على الشيء هذا كيف، خلونا نعرفوا شو نقصد او ما معنى دمج الاشكال. ببساطه احنا سبق وتعرفنا ان في قائمه انسرت، من خلال قائمه انسرت او اضافه، والخيار ايضا موجود في قائمه هوم، نقدر نضيف اشكال للبرزنتيشن الخاص بنا اللي هي من خلال شيب. خلينا اول شيء مثلا نضيف نيو سلايد ونمشي لهوم لاي اوت، وحاب اننا يكون فاضي. فاول شيء مثلا نمشي لديزاين، نختار سلايد فاضي بالطريقه هذه. بعدين نرجع لانسرت ونضيف شكل من الاشكال، مثلا كان مربع. لو لاحظتوا ان احنا بتنجو لينسرت الاشكال موجود عندي خيار او كميه هائله جدا من الاشكال، لكن فرضا انا مش الاشكال كلها ما عجبتنيش بطريقه اولى بطريقه يعني. اما في الناحيه الاخرى والافضل هو ان نستخدم دمج الاشكال مش لسبب ان الاشكال ما عجبتنيش، لان فعليا هم عاطينا كميه كبيره جدا من الاشكال، لكن النقطة اللي تخليني نصنع أشكال جديدة أو ندمج مجموعة أشكال حتى ننتج شكل جديد، هو اني انا حاب نوري او نوضح ان انا البرزنتيشن الخاص بي ما تمش العمل عليه او ما استخدمتش برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت حتى ننجح. هذا مش عيب ان انا استخدم برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت، لكن كل ما يبين كل امتاني نعرض البرزنتيشن الخاص بي ويبان حرفي هلبة ان مثلا في اشكال غريبه مش استخدم مربع ومستطيل، لان هذا بالتالي حيبين ان البرزنتيشن ممكن يكون حلو وفيه تناسق كبير لكن خدمته بسيطه وكانت سهله، ما كانش فيه هلبة تعب لان كلها عباره على ادوات جاهزه. هذا نحكي غالبا ان الاشخاص او المحكمين لربما تكون عندهم خبره في الموضوع، فديما او الافضل ان حنصمم برزنتيشن حنستخدم حاجات هي سهلة بالنسبة لي أنا كمصمم كشخص نعرف كيف نستخدم مايكروسوفت اوفيس باوربوينت، مش هتاخذ مني لا وقت ولا حتكون صعب علي أن نديرها، لكن المتلقي بمجرد ما يشوفها ححس أن كانت فيها هلبة شغل، أن ممكن مشيت للفوتوشوب حتى نصنع أشكال، بعتالي جبتها للبرنامج وحطيت فيها صور أو شكلتها بتشكيل معين ولونتها وممكن غيرت حتى رجعت ما عجبنيش اللون، رجعت للفوتوشوب غيرت اللون يعني بين ان في كميه ضخمه من الشغل، لكن هو بينما انا نشتغلها هي يعني بغض النظر ان انا نمشي للفوتوشوب وغيرها، انا هذا كله نقدر نديره بالمايكروسوفت اوفيس باوربوينت بكل بساطه وسهوله وبخطوات سهله جدا 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 وبنتيجه مبهره جدا. على سبيل المثال انا حاب نصنع مثلا شكل شجره. شجرة مش من الأشكال اللي موجودين في البرنامج في مايكروسوفت أوفيس باوربوينت، مش موجود عندي مثلا خيار أو شكل شجرة. في نفس الوقت أنا حابب الشجرة هذه، أنا عندي مثلا برزنتيشن على البيئة وحاب نعطيه مثلا في مؤسسة أو في منظمة غير حكومية للموضوع هذا، فأنا حاب إني أنا نصنع شكل شجرة والشكل هذا نحط فيه صورة مثلا لعبارات معينة أو أيا كان، فنقدر نصنع الشكل هذا مثلا إني أنا نجي مثلا ناخذ شكل هذا. خذون اول شيء مثلا ناحية فوق صناديق النص ونجولي انسرت. طبعا حبذا ان حد يكون حاليا عنده مثلا جهاز ويتبع، وشكل الشجرة المعتاد طبعا اعتقد الاغلبية يعرفوا الشكل هذا، هو عبارة على مجموعة كرات مترابطة ببعضها بطريقة ما. مش حاب نكتر هلبة حتى ما ناخدوش هلبة وقت، لكن بس حتى تكون منظرها كشجرة فعلية بمجرد ما تبدأ لونها أخضر طبعا مش أزرق. خلينا نزيده من جهة هذه على سبيل المثال هيك. خلينا نقوله هيك، انا حاليا حاب نربط الاشكال هذه وكلهم يكونوا شكل واحد، كيف يتم تطبيق شيء هذا؟ طبعا حتى نحددهم كلهم مع بعض، يا اما من خلال ان ندير كليك على الماوس الايسر ونحددهم كلهم، لكن هذا الشيء انا ما نحددش لان لو تشوف انا حاليا حددتهم كلهم الا واحده. علاش؟ لان في الخيار هذا لو تشوف انا عم تنضغط على كل شكل اعطيني شكل واعطيني حولها اطار، انا عم حاب نستخدم التحديد هذا مش مفروض ان نحدد شكل، لا بل نحدده هو والاطار الخاص به كامل.
يعني لو تلاحظوا امتى كان عندنا نص، خلينا نضيف نص لانه هو اوضح شيء يوري الشيء هذا. اوكي راح مننا، خلينا نضيف نص جديد. انا حاليا عندي نص، المفروض امتى حاب نحدد النص هذا ما نحددش الكلام، ما نحددش الكلام هيك على سبيل المثال، مش حتحدد معي، لازم نحدد الصندوق اللي حوله هو، حتى الفراغ اللي موجود فوق الكلمات او الحروف لازم نحدده كله هيك حتى يتحدد معي. فلذلك افضل خيار هو انا ضغط عليه كنترول اي، كنترول اي حدد لنا كل شيء موجود في السلايد او الصفحه هذه. بعد الشيء هذا نمشي لقائمه اللي حتطلع لنا اللي هي فورمات اللي مكتوب فوقها دروينج تولز او تنسيق، نضغط عليها ونجو لخيار الميرج شيبس او دمج او اتحاد الاشكال، ومن هون نختار يونيون. يونيون حيدمجني الاشكال كلها مع بعض، حاليا وكانه شكل واحد ولو، وامتى حنلونهم حيتلونوا وكانه شكل كامل. طبعا هو في شيء خطا، انه المفروض احنا ما دمجناش الغصن او الجدع عند الشجره حتى خلوه لونه بني، لكن هذه الفكره. ممكن ندمجوا اي 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 شكل من الاشكال، ممكن ناخذ مثلا مستطيل وناخذ مثلثات، حنوريكم شكل بسيط جدا لكن لربما يكون فيه فكره، حنحاول نبتكره. ممكن ناخذ مثلث ثاني على سبيل المثال، خلينا نديره مثلا هو بالعكس، نديره للروتيت او تدوير ونديره هيك على سبيل المثال. خلونا ندمج هذه الثلاثه بنفس الاسلوب، هو نحدد الاول والثاني والثالث او بالطريقه هذه، لكن مش ما تحبدش، فندير كنترول ونضغط بسهم الفار الايسر على الشكل الاول ثم الثاني ثم الثالث، وبالتالي نمشي لفورمات وميرج شيبس ونديره يونيون برضو، حاليا نولو وكانه شكل واحد. ونقدروا حاليا شنو نديره، نمشي لديزاين فورمات باك جراوند. هدي الخيار اللي حاليا شفتوه عندنا نفسها بالضبط للشكل، لكن شني مش فورمات باك جراوند، فورمات شيب. ندير كليك يسار على السهم هذا على الشكل اللي انا حابب نصممه، بعدين ندير كليك يمين ونديره فورمات شيب بنفس الاسلوب بالضبط ولكن خاصه بالشكل هذا. ونجولي على سبيل المثال سوليد فيل، نختار لون الشجره من جديد، ندير له روتيت مثلا، ممكن نستخدمه لي، وبالتالي على سبيل المثال نجولي هوم ونجولي شيب اوتلاين او الحدود نديرو نو اوتلاين، ممكن نستخدمه بالاسلوب هذا. تكون عندنا مثلا شجره هنا نكتبه في المنطقه هي على سبيل المثال عنوان المشروع او البرزنتيشن، في المنطقه هي نكتبه الوصف، ونقدر على سبيل المثال هذه بدل ما ندير سوليد فيل نجي لجريدينت فيل نلونها باكثر من لون. اما ممكن نستخدم المنطقه الحمراء هنا للاشياء الخطره تضر بالبيئه، في المنطقه الخضراء هنا مع مثلنا في شجره ممكن، والجريدينت مش شرط يكون لون او لونين او ثلاثه، مش شرط يكون ثلاث الوان مثال، اسف ممكن يكون لونين، انا حذفت الشكل حرفيا، ممكن يكون لونين بس ما يكون الشكل، لان اذا هو شكل هذا ماشي يكون جريدينت فيل، اذا لون واحد حيكون عباره على سوليد فيل، ممكن يكون بتدرجات معينه لكن مش حتكون في نكهه، فالفائده منه انه هو يكون شكلين او اكثر، لونين او اكثر، فممكن يكون بالاسلوب هذا. هذه في الدرس هذا تعرفنا على دمج الاشكال، طبعا الموضوع اكبر من شيء هذا بهلبه او بكثير، يعني الموضوع ما يختصرش على دمج مجموعة دوائر ومستطيل حتى نصنع شجرة أو مثلثين ومستطيل حتى نصنع الشكل هذا، بالعكس الموضوع واسع هلبة، لكن بس في الدرس هذا تم الشرح أو تعرفنا مع بعض على أسلوب أو كيف نقدروا أساسا نصنع أشكال جديدة من خلال دمج أكثر من شكل. بس حاليا عندك المعرفة المبدئية، حاليا كل حد يقدر يبدع بشخصيته، يقدر هو عنده برزنتيشن حاب يصنع أي شكل جديد تقدر تصنعه، والأفضل ديما أنك تصنع أشكال جديدة، ممكن يكونوا من غير هدف، ممكن يكونوا بس لشكل تصميمي، وهذا هو المطلوب أنك تستخدمهم لأي استخدام أنت حابه حتى توري بس الإبداع، وأنه أنت حد يشبه للبرزنتيشن بتاعك يفهم أنه فيه خدمة، حتى إذا هو عرف أنك أنت استخدمته من الباوربوينت، لكن واضح أنك أنت اشتغلت وجبت أشكال من برا أو لونتهم أو صممتهم من برامج ثانية، لأن في الطبيعي أنهم مش موجودين في الأشكال هذه في مايكروسوفت أوفيس باوربوينت. او حتى او اذا ما عرفش حيكون افضل، افضل انك انت استعدت واستخدمت ممكن برامج ثانيه او ايا كان.
فالموضوع هلبة مفيد. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا، وكان بسيط وممتع وسهل بالنسبة لكم. نقدر نقول إن الدرس هذا تم. إن شاء الله نتمنى أن نتلاقوا في الدروس القادمة وموفقين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبعا في حالة عندكم أو أي حد منكم عنده أي استفسار حول أي شيء شرحناه في الدرس هذا أو في الدروس السابقة، يا ريت يخليه في أسفل الفيديو في التعليقات، أو تقدروا ترسلوني عبر أي قناة من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، إيميل، رقم هاتف، كلها موجود، واتساب، فايبر، كلها موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. يا ريت ترسلوني، ويا ريت ما حدش يحس بأي شعور خجل أو حشم أو أي كان الشعور إذا عنده سؤال وما يسألش. فالطبيعي جدا أننا حنكون سعيد جدا 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 بتقبل كل الآراء سواء كانت إيجابية أو سلبية. نتمنى أن تكون إيجابية بالطبيعي. في حال أن أي حد منكم عنده أي موضوع حاب أي درس أو أي شيء حول برنامج مايكروسوفت أوفيس باوربوينت حاب يتعرف عليه، يا ريت برضه تحطوه لنا أسفل الفيديو، ممكن نديره حوله فيديو ويستفيد الجميع. فإيه إن شاء الله تكونوا استفدتوا جميعا، إن شاء الله نتلاقوا في الدروس القادمة، ومستني أن نتلقى منكم أي رسائل. والسلام عليكم ومع السلامة.